حسم نادي أهلي عمودة ديربي مدينة عمودة لصالحه بتحقيقه الفوز على نظيره الاتحاد بثلاثة أشواط مقابل شوطين في المباراة التي جرت بينهما في صالة عمودة بالجولة التاسعة والأخيرة من مرحلة الذهاب لدور الدرجة الأولى للكرة الطائرة في إقليم الجزيرة. وبعد مباراة مثيرة تلقى فيها ثلاثي المتصدر كاوا صلاح وجود كاردرباس وشادي الراوي، أنهى نادي أهلي عمودة الديربي لصالحه يواصل صدارته للدوري، كما استمر الصناديد بمطاردته لأهل عمودة بتحقيقه الانتصار على نادي قامشلو بثلاثة أشواط مقابل لا شيء في المباراة التي أقيمت بينهما في صالة قرميلان. وبنفس الصالة تغلب نادي الأسايش على جودي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد، وفي صالة تربيسبيه حقق نادي عمال الجزيرة الفوز على نادي سريكانية بثلاثة أشواط مقابل شوطين بعد مباراة مثيرة، كما تمكن نادي برخدان من الفوز على براتي بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد.